السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة من حلقاتنا. والنهاردة هنتكلم عن حبوب كلوميفيرت لعلاج العقم عند السيدات. عشان نعرف إيه دواعي الاستخدام والآثار الجانبية تابعوا معانا الحلقة للنهاية. قبل ما ندخل في الحلقة بتاعتنا ما ننساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة ما تنساش تدعمنا بلايك وعمل شير للفيديو. ما هي استخدام كلوميفيرت اقراص؟ يستخدم الكلوموفين لعلاج بعض انواع العقم لدى النساء والنتيجة عن وجود خلل في عملية الاباضة لديهن، حيث يعمل على تحفيز عملية الاباضة. ومن الحالات التي يستخدم فيها الكلوموفين هي تحفيز وتنشيط الإباضة لدى النساء اللاتي يعانين من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. أيضا قد يستخدم الكلوميد لعلاج العقم لدى الرجال، خصوصا عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة. أنواع استخدام كلوميفيرت أقراص. ما هي موانع استخدام كلوميفيرت أقراص؟ يمنع استخدام الدواء دون استشارة الطبيب المختص في الحالات الآتية: فرط الحساسية لهذا الدواء، الحمل، أمراض الكبد، مشاكل الغدة الدرقية أو اضطراب آخر في الغدد الصماء، النزيف المهبلي غير طبيعي وغير مشخص، انتباس بطاني رحمي البطانة الهاجرة أو سرطان بطانة الرحم، الأورام الليفية الرحمية، أكياس المبيض وكبر المبيض غير الناتجان بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. ما هي الأعراض الجانبية لكلوميفيرت أقراص؟ الأعراض الجانبية لدواء الكلوموفين الأكثر شيوعاً: كبر المبيض، آلام في البطن أو الحوض أو الضغط أو التورم أو إحمرار، الغثيان والقيء، إسهال، ألم الثدي أو عدم الراحة، عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى، صداع، نزيف رحمي غير طبيعي. ما هي احتياطات استخدام كلوميفيرت أقراص؟ قد يحدث كبر في حجم المبيض عند استخدام كلوموفين ويصاحبها انتفاخ البطن وألم البطن، وغالبا ما تزول دون العلاج خلال 2 إلى 3 أسابيع. يجب التوقف عن العلاج حتى يعود المبيض لحجمه الطبيعي. بعض النساء اللاتي يستخدمن هذا الدواء قد تعاني من حالة تسمى متلازمة فرط تنبيه المبيض، والتي غالبا ما تحدث في غضون 10 الأيام الأولى بعد تلقي آخر جرعة في دورة العلاج. والجدير بالذكر أن هذه الحالة تستدعي التدخل الطبي العاجل في المستشفى والتوقف عن تناول الدواء. قد يحدث حمل متعدد نتيجة استخدام هذا الدواء. قد يسبب استخدام الكلوموفين اختلال وعدم وضوح الرؤية، لذا يجب الحذر عند قيادة السيارة أو تشغيل أي أداة تحتاج إلى تركيز. الكلوموفين والحمل. يمنع استخدام الكلوميد لدى المرأة الحامل، كما يجب التوقف عن تناول دواء الكلوموفين فور حدوث حمل. الكلوموفين والرضاعة الطبيعية. يمكن أن يفرز في حليب الأم، لذا يجب عدم استخدام الكلوميد أثناء فترة الرضاعة الطبيعية دون وجود وصفة طبية، كما يجب التنويه إلى أن استخدام الكلوميد قد يقلل من حليب الأم. زيادة جرعة الكلوموفين. إن الإفراط في تناول دواء كلوموفين يؤدي لاحتمال الإصابة بسرطان المبيض.